بقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا فيكم. مشروع اليوم، مشروع اليوم اللي كنت وعدنكم فيه قبل وما سويته صح؟ فالحين ناوي نوعا ما نوفيكم بالمشروع في هذه الحلقة اللي راح يستوي. راح نسوي سكة قطارات. سكة قطارات وين قلت لكم بتي؟ في هذا المكان صحيح؟ بس عسى بأجيبها بالطريقة اللي أنا أباها. أبا أول شيء الشارع في ثلاث مسارات، اللي هو هذا المسار الثالث صوب القطار يكون لازم. أتصور لازم تخطيه بالعكس. أيوه الحين عدل. وني بشارع من هني لين هني. عقب بنقصه عشان ما يستوي يقول الشات. نايس. وهالشارع ما يفرق وايد. والله ما استوي قلتش لأنه سيدة يعني. شوفوا هذا الحين بالضبط إن شاء الله إن شاء الله يركب في قطار. قولوا أمين. أيوه. بس بيتم عندي مشكلة واحدة، لازم يكون أصغر لأن أبغى السكة تمر من، يمكن أخليها تمر من تحت منو للمدينة وأسوي قطار خدمات القطار هنا حق المدينة. فأظني بحتاج إني أصغرها شوي. لحظة أنا الصغر هاي المنطقة سوي لنا شارع ثلاث حارات الطريقة هاي. ركب سيدة. هل تشوف إذا ركب سيدة؟ لا مر. المشكلة اللي راح تستوي شو؟ ان السيارات راح تستعمل هذا المسار وانا ما بها تستعمل هذا المسار. هاي تروكس نايس شكله زين. بس المشكلة إذا استوت هني زحمة ثبت القطار، فما أعرف أسوي ديسكونكت أفصل القطار من هني أخليهم يستعملون دوار، ولا أسوي شارع اتجاه واحد إلى الخارج. أنا ممكن أسوي اتجاه شارع واحد طريقة هاي ما استطلع. بس بعد تستوي زحمة، بعد الناس بتطلع من هذا الشارع، بس بعد بيكون أهون. المفروض ممكن حتى نسوي هنا دوار صغير والغي هذا الخط هذا، لأن هذا معناته قاطع زيادة، ما بتقاطع زيادة. حلو. إذا التقاطع هذا خل المصنع هنا يقوم، مو مشكلة. خلنا نعدي هذا المكان. حلو. بجيب القطار بحط القطار وين؟ هني، بحيث ان لغينا تقاطع وسوينا تقاطع. بدل التقاطع حتى تعرفون شو، خلوني اسوي هذا الصغره، لا اكبره حبه، اسوي دوار. دوار كبير بعد ترى، مش دوار صغير. ليش دوار؟ مفروض يوفر علي شوي زحمه. اذا دوار صغير هذا معناه اني اقدر بشارع هني زين. لحظة لازم شارع صغير عشان يركب سيدة لين هني. مو مشكلة المصنع ما عليه، بس الشارع يكون حلو. هلا هذا لين آخر شيء يدور. التقاطع يكون وين؟ داخلي بالنسبة لهذا المصنع. من هذا المكان نقدر نحن نسوي شو اللي نباه. خسرنا شوي فلوس في البروسس بس ما عليه. طيب هني عندهم كهرباء، عندهم كهرباء نايس. الحين القطار هذا محتاج يشتغل عدل. اذا بيشتغل عدل لازم اني باول شيء اساسا انه يشتغل. اتمنى لو اروم احط دوار بعد حق قطارات، بس ما اقدر طبعا. بخش خط جاي من هني وخط مشبوك من هني نايس. نحطي يعني بسوي جسر، بناخذ من الجسر شارع مرة سيدة. ننزل هذا هني شارع بس اوريدي اوكيبايد، مو مشكلة اعتبر كلامك صحيح. نزله الطريقة هاي.
نوعا ما جيد. خله يمر من عند الهاي واي، لان اذا بسوي مشروع مستقبلي لازم نسوي له مكان عند الهاي واي. فخلنا نحسب حسابه من الحين. يبالي اسوي دائري بعد بطريقة او باخرى وصل الصوب الثاني من الخريطة من عندي هني. يا حبيبي ما تنفوني، كم فلوس يبالي سكة خطر؟ 29 كذا كيف؟ او 3000 طاحن. ها يبالي لين هني، يبالي 10000. 10000 لين هني. اوكي شوفوا مساحة زينة، رم مرر منه خط القطار. بيوصل عندنا، خلنا ننزل مساحة أساس نبني عملنا عندنا هني. هني بالنا يعني زي، خلنا نهندس المكان لين يوصل لي الفلوس، ولا توصل لي الفلوس حرة. لأن أبغى أسقار لازم سكة من تحت، سكة من فوق. الطريقة هاي، هذا الحين يدخل ينزل سامون. حلو، طبيعة الحال اللي يحتاج ينزل سامون، بس ابا اجيبه من هني لين قطار لين هني. حلو، ابا اجيبه قطار يمر من فوق هذا، بس ابا طريقة حلوة يمر من فوقه او من تحته ممكن يمر، مش لازم من فوقه. صح، انا اذا اشل ارفع السكة هني، لا ما ارفع احسن، لان اذا يمر من فوق الشارع ما يستوي، ما اقدر اوصل هني. بس اقدر اذا مش حلو صراحة، ممكن ما عيبني، ما بيكون ذاك الزود. فأبى القطار يمر من إذا فرض أني بالسكة أنا هاي هني. حلو، جبت هذا جبت هاي المحطة وشبكتها بهاي الطريقة، بيرجع مرة ثانية نفس الطريقة. صح، أبا يرجع، بس إذا أبا يروح المحطة اللي بعدها لازم أسوي نوع من أنواع الخطار. ما أعرف مدى سهولة تسوي خطار، خلنا نشوف. ثلاثة 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 ثلاثة. بعاملة معاملة سيارات الحين، الله يستر. بس كلهم لازم يلفون صوب منو اليمين، شوفوا الطريقة هاي. زين، بعدين حتى هذا يلف بنفس الطريقة لازم، بس هذا إذا يبي يرجع المحطة من هني ما بيرجع، لأنه ما في خطر أصلاً أغراض هناك. يعني فرضاً بناء هاي الطريقة، بكنا الطريقة هاي. أبا أحسب المستقبل من الحين، أسوي بالطريقة هاي. إيه بس المشكلة هني بتكون، فخلونا نرفع الأرض هاي شوية. واحد اثنين ثلاثة أربعة، نرفعها بخبرها حبة، نرفع هذا حبة بس يبين أن الدوران هذا منطقي. نزل هذا شوية، هذا ما بشاب متشابك، ما بيشاب، ما ينفع أبدا. لا، إذا الطريقة هاي فمعناه لازم أجيب نقطة نقطتين ثلاثة، أنزلهم مش أرفعهم. نقطة نقطتين أنزلهم، مو مشكلة. هاي ما عليه، مو مشكلة أنزلهم. ليش؟ لحظة متساوي يكون، ننزل هذا حبة يستوي شوي طبيعي،
ان اذا نزلته الحين هذا معناه نظريا اقدر اني اسوي النفق اقل. كيف شرب بوستيف؟ نزله وايد سريع. غريبه بيكون موضوع مشروع صعب وايد تحت الخضار من تحت الشارع. خلونا نمشي المحطه على ما هي عليه. لحظه وين خطرنا؟ حرام مش موصل. اوكي هذا خضار توصل. مشروع يبغى شوي تكتكه هني زين. بتشوف الزحمه اللي بتستوي حق الشاحنات اللي عندك. والله الخدمات الموجوده عندي عاد اموره طيبه، بس هني المشكله. اذا ابى اتخلص من الدوار هذا او اني اجيبه من فوق الجسر، فوق الجسر بيكون درب طويل، او اسوي نفق من تحت هني وخلاص. ممكن بعد ترى يعني ممكن اجيب تختار بالطريقه هاي. يقول لي سيدي بعض انزلها تحت، بس بعد تحت انزلها ما يستوي. شو لو انزل هذا الشارع شوي وارفع القطار شوي؟ يعني خلونا نشوف هذا الحل بالعكس. او اني امسك هذا الطرف وارفعه شوي ما بيدعم. اتمنى ما يدعم. ارفع هذا الطرف شوية. امسك الخطار هذا وامسك الفكة اسحبها لهني غصب. خلنا ارفعها على نفس المستوى. distance too short، مسافة وايد قصيرة. انزين حيل خلنا نمسك التول بعدها شوية. زين distance too short، مسافة وايد ابا شوي. هذا الدوار وايد مخرب. اوكي استوى الطريقة هاي. اللي بيستوي كالتالي كالاتي. اول شي بنرفع هذا حبة حبتين ثلاثة اربعة. خليه يدعم الجسر ما عليك، ادري بكم تطلعون الجسر. زين والنيب هذا بالطريقة هاي مرة ثانية رجعة. ما في شيء يمر تحت منه تحت الاخبار. هذا نسويه من ارتفاع منه، هذا نسويه من ارتفاع هذا، هذا هذا نسويه من ارتفاع هذا، معناه هذا وهذا نسويهم من ارتفاع هذا. شوف المسافة تحت الجسر حلوة. الحين اللي باقي نجيب هذا وهذا. كم نقطة عندي؟ نقطة نقطتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. نرفعهم شوية فوق منه فوق مستوى خطر. هو جسر. سوي قلته. إذا بعد هذا بعيد. اوكي اوكي نايس نايس. هذا بعد ممكن نخليه من ارتفاع هذا اصلا خلاص ما عاد تفرق عادي. نجيب هذا هني بيحل الموضوع لانه اصلا مكمله فوقه بيبقى هو مرتفع. بيبقى مرتفع لين لحظه خلينا نشوف كيف لين اقل شيء ممكن يكون كلتش الطريقه هاي. شوفوا الحين وهل الخطين هايل الحين راح يجون هني، بس راح تكون شوي خبصة شوي مش شوي شوي. زين خلينا نسير مرة ثانية عند كثر الاخبار.
قبل أن ننزل ارتفاع أول شيء. نسوي خط. الطريقة هاي. نيب هذا لين هني. أول خط نسوي بالطريقة هاي. ثاني خط نسوي. أبى أسوي باي باس من هني لين هني. نسوي خط جديد. كده بالعكس أبى. الطريقة هاي. أيوة. النهاية يختصرون بالطريقة هاي. زين الحين خلينا نعدل شوي. هذا بس وهذا وهذا وهذا. لا هذه غلطة. ما رمش له. زين. نوعا ما غلطة. زين خلينا نعمل الأرض شوي. لأن الموضوع هذا راح يكون شوي. وين الفرشة هاي؟ نعمل الأرض حوله بالطريقة هاي. أوكي هذا أول خطر. يا أخي أنا متضايق من هذا الصراحة. بحل الموضوع دون مضيق بس حلو. الحين حلو صح إنه شوي معقد يبين بس ما علي. إنزين خلني بخطر بارتفاع بس ارتفاع هذاك خطر. بس كان هذا نيبه هني ونصور بالطريقة هاي. حلو خيارات شاحنة مر عادي يعني امورك طيبة. ايوه والحين المختار الثاني النيبة وين صار وانا المهندس هذا كم اربع شوارع. هي اربع شوارع. انزين شوف الخط المهندس بالطريقة هاي. اوكي بنحط الخطار مش على الشارع الرئيسي. بندخل الخطار داخل شوي. لحظة هذا ترين ستيشن ولا مدير ستريت؟ ترين ستيشن. هاي اول غلطة. انزين نقدم نقدم الخطار لين يبالي اسوي له مسار داخلي لين هني صراحة. يعني اجيب شارع رش ورع نفسه هناك هني. هين هني يرجع واجيب الترين ستيشن هذا هين هني. هذا لأغراض الزحمة ترى. وننزل هذا لين هني. ايوه بالطريقة هاي. نايس اولموست نايس. لحظة خلنا هذا نسوي هذا. اوكي هذا يقرا انه اقل لان هذا اصلا معدل عن طريق المود. شوفوا خلنا نعطيه فرشاة سريعة. ايوه شوفوا خلنا الحين على زاويته. حتى هنا بنسوي شوي نفس المنهاج. نمشي بيبين تضاريس طبيعية شوي قدر الامكان. ايوه شوفوا الحين كيف. نايس نايس. شوفوا شكل التقاطع كيف استوى. والله حلو. انزين الحين القطار الثاني مالنا مال كارغو. قياساته كامل غير. بس لا والله ما غير قياساتكم انتو. الشارع هذا طيب شارع لحظة صبر خلنا الشارع جديد داخل أكثر زين بعدين نتفاهم صبر. أيوة تي منطقي أكثر يكون. خلنا نشوف هاي الوصلات. حطي قدر الأمكان هني ونجيبه بالطريقة هاي. مو مشكلة أنا راضي بالتقاطع هذا بس إنه يركب. زين نجيب قطار هني. مشكلة خلونا بتشوف الحد هذا. هذا هني الحين اللي محتاجة ان هاي اللي يقدرون ياخذون يوتيرن صح.
اقدر اخليهم يروحون يجمعني ولا ما اقدر؟ لا ما اقدر. لازم اختار مو بلازم ياخذون خلاص، اذا يبون يرجعون يرجعون من هذا الدرب، هني يوديهم مكان ثاني. او ممكن نسوي تعرفون شو؟ خلونا نوصل هذا الكهرباء اول شيء. زين الكهرباء وضعها اوكي، ماي وضعها نص نص بين محطه الماي مالي. متى ان شاء الله ما حد يمرض. حطي ماي هني ونحطي كهرباء هايدرو. نقدر نحطي هايدرو تصدقون هني لهني بعد، بس بيسوي لنا فيضان مشكله. ماي بالعكس يروح لهناك، مشكلة إذا سووا لنا فيضان مصيبة. أو نقدر نحطيه هني، بس بعيد وايد يبالي شارع. ممكن نحطي شي صغيرون أو ما له داعي، خلنا بنحطي الحين مال السولر هذا شوي 240 ميجا واط والناس تستانس. بنحطيه عند الجماعة هني فوق، بنسوي لهم ريبوزيشن. بس كهرباء الحين عندنا يعني عادي. زين نجيب ماي مهني لهاي المدينه، وبعد لازم تغطية شامله للكل. انزين اخضر حطيناه هني، ارجع السكه الصوب الثاني. خبر يبالي ارجع السكه الصوب الثاني اذا اقدر اني انزل السكه. اتكلم بالنت هذا بعد ما يفيد، لازم بعيد شويه هني يعني. وننزل النفق من تحت، ما يستوي نفق. استنى المود نفق الشبكيه، نفق هني تقريبا هني لفوق، وننزل تحت مره ثانيه ونجيب هذا السكه لهذه السكه. يعني الباقي شو نسوي؟ انا ما بس سكتين يتخلطون بشكل فعلي، بس شو بسوي؟ أبا مسافة يمشون على أساس منو الزحمة، لأن بتستوي زحمة القطارات أنا متأكد. في مش سهل نحطي، بس تعرفون شو من نحطي؟ عندنا سكتين، يعني هذا معناه نظريا الحين الضغط بيكون متوزع ما بين الاثنين. وحلو إن القطار ما يكون من صوب واحد ما له داعي. القطار هذا بنحطي عند الشركات ومحلات هني، إنه أسرع حشرة. وبالنيبلة من الشارع الرئيسي باصات، بالنيبلة من نقاط ما فيها زحمة من هني نص المدينة يبي يروح القطار. ناخذ لفة هني قدام القطار، يرجع يلف بدون ما لا خليه يوقف عند المحلات والخدمات وهني، ويرجع هني. هذا يودي الناس القطار هذا على اساس المواصلات. وبنحطي عنده لازم نوع من انواع الحدائق. هالحديقه متين تركبن؟ لا الحين نحطها والحديقه الثانيه تركب. ممكن هاي حديقتين بعد ما بيركبن. لحظة اظني هاي بقياس، لا هاي بعد مش قياس. اذا هاي الشيء استوى كل شيء يوصل له، هيك كل شيء يوصل له ما عدا الشرطة. ونبى شرطة نحن تغطية زيادة اصلا حق النص الثاني من المدينة. فوين مكان الخدمات الدورية هني بتكون؟
شارع الخدمات. اوكي النيب عندهم انا مش مقتنع للحين ان هذا يكفي. ابا كثر الخطار. شوفوا هذا راح من هناك ما رجع من هني ترى. بس والله في ناس اوريدي الخطار في ناس تستعمله يعني. ها راعي الدورية شكله في مشكلة. نايس على طول اشتغل. وايد وايد اوكي انه اشتغل على طول. ممكن نحط شيء يرمز. هل نحط لي كراسي بس انه ما يكون فاضي. تعرفون شو هذا بيكون مكان مترو مثالي في المستقبل. حديقة قدامه مترو. الحين في كراسي الحين استحت شوي نفسيا. وعندنا هني انا هاي المنطقة بس ابا البسها شو طويلها كونكريت. ان تعرف انك داخل صناعية حجم الكونكريت اللي بي. مشكلة ما في له تحديد مربع. انا هذا اللي يقهرني فيه بس هني لين يعني. اوكي هذا حق الخطار. هني لين هني هذا جزء من الخطار. بس محتاج فرشاة في الشير. كل الشير اللي هني ما رو مشلها الصغار أرو هي أرو. كل الشير اللي هني أيوة مش مثالي لكن أفضل. نشوف لما كان حق تحميل وتنزيل بيكون شيء حلو. وهني يبغانا نحط شيء بعد نوع من أنواع الخدمات. لحظة كان عندنا مال إندستري صح؟ مش السوق لا. وين سمبل أوف إندستري هني anyway. ما فتحنا بعدنا أظن. سنترال بارك ما بنحطه هني أكيد. هذا ما بنحطه هني أكيد. فخلاص أنا أظن أسمع صوت دورية يخرب بيته. أنا أظن حاليا أبي يكون مكان خدمات حلو. أوه. بنحط خدمات خلاص. بنحط خدمات ونكبر الصناعية شوي. ما في يبانا نحط سجن. ممكن الحلقة الجاية. ما في طريقة امتد فيها في الصناعة هني ولا ارتكز من غير ما امتد. فكرة صعب. خلونا نحط شوي شركات عند ال الشارع الرئيسي او من ورا حاليا. حتى لو شليته في المستقبل بس اكون حطيت شيء. والله هذا ما احتاج اشوف على الاقل ينزل عندي احتياج الصناعه يعني ما يحتاج هالكثر. زين لو احطي عند الخطار مال هوت بالون. والله فكره ترى لان الحين اقدر احطي بعد فار تاكسي اروم احطي خدمات البريد. اوه والله خدمات البريد لازم يكون عند الخطار هناك. والله هذا اهم شيء. لحظه هذا وايد كبير هم مبنى كبير. بنحطي خدمات توزيع البريد يوصل مدينه كامل. لا بنحطي واحد هني. كم سعره؟ 80 في الاسبوع 6000 سعره. اوكي يعني يستاهل ان احطي. بنحطي واحد عند خدمات بس بيسوي ما بيسوي وايد نويز يكون زين. ممكن نحطي بعد كم يوصل. هذا يوصل كورنيش كامل. هذا ممكن يوصل الى ممكن نحطي هنا على الشارع حق باقي الكورنيش. نحطي هنا على الشارع حق باقي الكورنيش خدمات البريد. وفي بريد مستلم لانه بس كم مبنى البريد 25000. 25000 بسيطه. الحين عندنا مدخولنا 9000 ترى وايد بشويه. في عندنا مشكله الله يعزكم زبايد
نقدر نحط انكريشن بلانت، بس ما افضل والله، ما بحط مصنع انكريشن الحين لان هذا يحرق، بس في نفس الوقت ما عندي تغطية. وهذا كم يحرق في الاسبوع؟ 48,000، وهذا 24,000، يعني هذا اوف 1400 ابكيب، يعني ابني من هذا 6 تقريبا، قلت له انا ابني واحد من هذا يكلفني، ف بس تكلفة البداية الكاش بيكون اكثر وايد. زين، انا اول شيء بنحط مكتب ترتيب البريد، شو رايكم؟ عند هني احسه ممر حلو، ولا هني عند الخدمات الاساسية، ولا نحطيه على مدخل مدينة؟ لا، نحطيه مكان ما يكون مدخل اساسي. عند اخطر، عند اخطر مكان حلو، مباني خدمات هاي كلها، ترى مباني خدمات، شوفوا الحين يصير يرتبون هاي الرسائل ويطرشون رسائل حق العالم. انزين، الحين اللي بنسويه بس على اخر دقائق في الحلقة، ان ابا اشل هذا، المشكلة ما بامتد هني، هني كنت ابا مزارع انا، وهني ماي عندي، وضع لا يتحمل اني ازيد تلوث هني. فتعرفون شو بحطي؟ 3، 1، 2، كم بيتم لي؟ بلانت في الستورج، بلانت كاباسيتي، شوف الوساخة اللي ينتجونها 137,000، واللي الحين نقدر نسويه 120,000، فإذا حطيت واحد زيادة بيكون عندي فايض 144,000، بس ما بيكفي فترة طويلة وأنا أوريدي عندي كل شيء متجمع، بس الكوست بعدها ما تطلع وايد ترى، بس أنا محتاج الخدمات هاي، لأن الخدمات هاي شو راح تسوي؟ راح توفر علي شقة وايد. خلونا أحطي واحد رابع يكون عندي زيادة حق الناس اللي جاية، 168,000 و 163,000 إنتاج، وقاعد يزيد. شوفوا بالطريقة هاي الشركات كيف وضعها يوم نحطيها من داخل. خلينا نشوف شكل المباني، ترى شوف الوساخة يوم تجمع يستوي حرايق، يستوي كل شيء، يستوي الدنيا تدخل فوضى ترى. الكورنيش ما في خدمات حريق، عندي شارع خدمات. انزين، لا ما بنحطي هذا، بنحطي عندي مال حريق بس هم يقدرون يغطون هاي السؤال، نحطيهم عند الحديقة ولم يستانسون في الحديقة. المشكلة هاي البرتقالي هاي ولا بيستون كذا. زين، يبالنا الشرطة ومركز الشرطة كذلك، يمكن عند بعض شوف يستوي لهم بقريت كلهم. فهذا نحطي لهم خدمات مكابر، احنا ما حطينا والله. هذا خط شكله حلو ان الناس تقدر تجاور، بس مش على مدخل المدينة نحط مكابر، لا حطيها هني مقابل بكاكين، بنحطيها على جنب على اساس يكون في عنده حديقة، بعدين بنحطي حديقة عنده. لحظة، يشتري حبة حديقة في الوسط اصلا، اذا ما استوى عادي بحاول مكان ثاني. يا سلام، بيرفكت بيرفكت، ركب بيرفكت، اثنين اوكي، ركب اثنين بيرفكت. ها قبل انت حطيت واحد اظني، حطيت واحد ما اذكر من والله. زين، هذا معناه بيوفرنا شوي مشاكل، الماي وضعه اوكي، الكهرباء الحين شوي قامت تدخلنا مشاكل الكهرباء، دام التلوث هني موجود خلينا نشيل مصانع الكهرباء هني، مصنع هني، مصنع هني، وضع وصل الكهرباء لازم وصل في توصيلة من هناك والله اللي وصلت. زين، وشو نسوي الحين؟ نحطي لهم حطة كهرباء، لأن ما شاء الله السكان قاموا يزيدون، ونحن ما نباهم يزيدون بسرعة الصراحة، بعد الوقت وايد بدري انهم يزيدون بالسرعة هاي، بس اذا حطيت الحين محطة كهرباء المفروض افتك من مشاكل المستقبلية لين يطلع لي 90,000 وايد والله، 65,000 مصادر اللي ما تسوي هذا كم بينتج اذا حط من ماستر صغير؟ زيرو، ما في عندنا درافت، لازم يستوي سد،
هذا معنا شيء يسد الماي، يكون مجرى ماي مثل هذا. شوفوا 16 ميجا وات، يكون عندنا مجرى ماي نفس هذا، يعني تحط مكان اعلى شوي. هاي مصيبة ترى، كان اعلى 16 ميجا وات ما يتج اكثر شكله. انا نحط واحد ثاني منها ويوم بيين النووي بسوي حلقة كاملة بروح، مو مشكلة دام ان الحين هني المشاكل قليلة. ليش؟ واحدة من اسباب ان المشاكل قليلة. اوكي وضع الاخبار راح نقهرن شوي بس مو عليه، لان الحين اذا حركت وايد تربة زيادة يبالي يلسل. طبعا ها محطة القطار، يا سلام والله زينة تصدقون، مغطي لهم خدمات هنا نحن بوست اوفيس وهالسوالف، يعني حتى من ناحية البريد مغطين المكان بشكل ممتاز. الحين ما عندنا مكان سياحي، بس من بنيب هني بنحطي هني بيكون اكثر مواصلات، لان ما بنمتد ذاك الصوب ندخلون على المدينة. والله ما ادري افكر اسوي نفق من هذا الخطار، حط خطار ثاني هني. ليش محترق؟ والله عيب عليكم، والله عيب. خلنا نحطي، تعرفون شو ابى انشر في المدينة، مشكلة لازم كريت بارك اريا، لازم يصير بارك اريا في البداية مفتوح. والله ممكن نحول هاي لحديقة ترى، حديقة صغيرونة، لان خلنا نخف السرعة شوي. حديقة وايد بيسك بنحطي، لان على لمت نهاية الحلقة نحن، بس بنحطي شيء وايد سريع هي البارك اريا هاي. ما انا ما اقدر اترى شكله بسوي قريب كامبوس اريا. والله وضع غير صعب الصراحة. حطينا حديقة هني في الشارع زين، نسير على الحدائق. نبى سيتي بارك هي هذا، حطينا بوابة صغيرة. كيف كيف وايد كيف المكان هنا نحطي هذا رود، هذا شو عيل، هذا شو عيل، هذا مكان زين. اوكي شكرا، اعرف هالشي، انا اعرف هالشي. لازم اصبغه من اول وجديد، شكله كان لازم احط البوابة اول. ريس بارك اريا اوكي، خلنا نحط منطقة جديدة يلعوزني هذا اليوم زين. اعرف شو اسوي خلاص، بندري النوتيفيكيشن خلاص والله اعرف زين. ابا حديقة نفسها شارع اساسي وايد بيسك، بس عساس انه يكون عندهم شيء يستانسون شوية. مرة من ورا العماير هنا، هني مدخل عادي، بعتبر انهم دافعين التعرفة. انا ما عليكم، شوف كيف انا طيب، ما بدفعهم فلوس. طريقة هاي هني مدخل 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 مدخل، برايا مهم يدفعون فلوس، ما حد حرامي عندي انا في المدينة. بس بحط كافيين يعني، ولا كافي واحد ولا اثنين وخلاص، ما بسوي شيء كبير يعني. بنحط لهم مين جيت، ما نبغى ليش مين جيت، ملعب شطرنج وايد عود كافيه بارك ريستروم. صلي عسكم مات انفو بوث والمعلومات، ما عنده اي معلومات لانه ما عنده ولا شيء في الحديقه. هذا كافيه نحط لهم كم والله بقى. ايوه قبل الكافيه هنا جنب الشارع نحط لهم كم شيرة. لحظة السايز، خلنا نزرع المكان هذا شوي، بيرجع فيه الحياة الحين لأن استوى في حديقة وكافيه وهذا وحركات، بيستوي له نجوم يعني، بيستوي له نجوم طيبة. وهذا مصدر دخل يعتبر يعني، بعد بما الناس ما عندهم شغلات كثير هذا بيكون زين، وبيرفع قيمة الأرض على بعد. هذا اللاند فاليو كيف يرتفع يعني، على هذا يرفع قيمة مال الأرض وايد. أصلا اللاند فاليو مال الناس ممتاز أصلا،
لأن طلعنا منهم الإزعاج كله، بس خلينا عندهم خدمات نفس الجامعة وهذا أخبار التعليم. يعني يبغى لنا مدرسة ابتدائية واحدة ولا ثنتين، عندنا شوارع حق خدمات ما عندنا مشاكل. خلينا نحط هاي، لا خلينا نحط مدرسة كوميونيتي سكول مقابلها، خلينا تغطي لنا الناس. بنحطي المدرسة الفنية ولا بابليك لايبرري، ليش ما عندنا مكتبة نحن؟ صدقوني عند الخطار مكان مكتبة، لا المكتبة مكتبة مكانها قريب الجامعة اللي هي هاي. بما اني ما اقدر احطي عند الجامعة دايركت فما تسوي ازعاج على فكرة المكتبة هادية، فاقدر اشيل مجموعة من البيوت مجموعة طيبة. والله مكان ممتاز، فتبقى بشو؟ مكتبة لايبراري، واخلي الناس اللي ساكنة ورا المكتبة هاي بدل بيوت عادية نهدمها نحطي عماير. بس السطر هذا، بس السطر هذا اللي هو عند المكتبة، غرفتين هايل بنغيرهم. شوفوا جيج جود جيم. الحين بيطلعون عماير بيسد لنا شوي احتياج الناس، بيسوي لنا شوي شغلات. وهنا عندنا مكاتب بعد ليرن تريدنج الى اخره، نقدر نحطي شركات. مش على الكورنيش حطينا وايد شركات، خلاص لازم نسوي شوي مصانع من نوع مختلف، عندنا موارد وايد. المهم مو مشكله، هاي كانت حلقتنا اليوم، وقت الحلقه خلص. مشكورين على متابعه الحلقه، نشوفكم بحلقه قادمه ان شاء الله على خير. لا تنسون تساعدونا بهدف هذه السنه 10,000 مشترك باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.